عمر كان يحب هذا وينصح به، ولكن الصحابة لم يطاوعوه ولم يسعدوه بأن يستجيبوا له. قال له هذا الذي نالني، لقد قتلت. قال له يا ابن عباس افرح أنت وأبوك، قتلت لأنكم أدخلتم هؤلاء العلوج، استكثرتم منهم، استكثرتم إيه من هؤلاء العلوج. واحد يقول لي بس هو الذي أذن له، أي ما هو أذن له لماذا؟ لأنه شاف إيه أن العلوج كثروا بالمدينة، ما فيش فايدة خلاص. وعمر لا ينظر ولا يعلم الغيب ولا ينظر إيه إلى حالة مفردة، عمر بده كسياسة عامة ما فيش علوج في المدينة. هذه مركز الدولة الإسلامية يا إخواني، مركز الدولة. وأي دولة؟ مش دولة إيه استقرت وانتهت حروبها، بالعكس جيشها تقريبا معبأ كله في الجبهة الفارسية. في هذا الوقت جيش المسلمين معبأ كله في جبهة فارس، وهذول علوج إيه من الفرس، وهذا فارسي ما دخلهمش. يا إخواني الولايات المتحدة الأمريكية ماذا فعلت في أربعينيات القرن العشرين المنصرم؟ كل مواطنيها، مواطنون انتبهوا، كل مواطنيها من أصل ياباني اعتقلتهم كله. تعال 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 كله، ما في، ما عنديش وقت، ما عنديش طرف، أنا أبدأ إيه وحقق في كل حالة 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 في حرب الآن. عجيب. واليابان وبعدين وين اليابان هذه؟ اليابان بينه وبين أمريكا المحيط الهادي، كل المحيط الهادي، ومع ذلك اعتقلت مواطنيها من أصل ياباني أيها الإخوة، جعلتهم في المعتقلات والمراكز. أما إيه؟ تضع الحرب أوزارها، خطة أمنية، خطة إيه؟ أمنية. فما بالك بالمدينة المنورة والجيش كله في الجبهة إيه؟ الفارسية.